أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن حفلات كبرى سيحييها المطرب العراقي قاذم الساهر والموسيقار اليوناني العالمي ياني في كل من الرياض وجدة. ولقي الخبر تفاعلا كبيرا على تويتر بالتغريدات، فالموسيقار ياني سوف يحيي 4 حفلات، 2 في جدة يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، و2 في الرياض يومي 3 و4 من ديسمبر. أما الفنان كاظم الساهر سيقيم حفلان غنائيان في جدة والرياض يومي 28 و29 من ديسمبر، كما وعدت الهيئة بأكثر من 70 فعالية قادمة في موسم الشتاء في المملكة تحت هاشتاغ شتانا ترفيه.